عايز اسال سؤال الان يكمل ما بداته يا فندم، وانا مستمتع للغايه لو تسمح لي لحظه واحده. عايز اسالك المقاومه اللي كانت من الانديه ومن الاتحاد بخصوص ان الموضوع طويل الامد وطبيعي هيبقى الناس مستعجله للنجاح، هل المقاومه دي وجدتها ايضا من الجماهير؟ هل الجماهير البلجيكيه كانت تقبل الخطه طويله الامد، ولا كان الامور سهله بالنسبه للجماهير البلجيكيه؟ Yeah. Well, the reason was that السبب that when we الذي influenced and when we implemented استطعنا the أن نطبق 4-3-3 system, طبقنا طريقة لعب 4-3-3 أنها طريقة هجومية، وكنا نبدأ بأساليب مختلفة من اللعب، وخسرنا مباريات على مستوى الفرق أو الأندية والفرق الوطنية. وهذا هو المقاومة التي كنت تحصل عليها، أن الكل يريد أن يفوز، ولكن أنا ما شرحته منذ دقائق هنا هو الأشياء الأساسية التي وضعناها في هذه الخطة، وحاولنا أن نطبقها في بشكل عام. لا، ولكن أؤكد لك أن كرة القدم ليست نسخ وطباعة، ليست بالأسلوب الجامد، ولكن لابد أن يكون هناك نوع من أنواع المرونة. لابد أن ندرس نقاط القوة ونقاط الضعف ونقاط التي نستطيع أن نطور من خلالها. بعد 5 أو 6 سنوات هذه المقاومة كانت أقل بكثير. بعد 7-8 أعوام كان هناك تشجيع وليس مقاومة، كان هناك تشجيع من مدربين الشباب والمدربين، وكل المشروعات التي طبقناها في كرة القدم البلجيكية كانت تبدأ هكذا. المديرين الفنيين كنا نشرح لهم الفلسفة بالتفصيل، كنا نشرح للمراحل السنية المختلفة للمنتخبات الوطنية والأندية في فلسفتنا، وكذلك نحاول أن نتدخل في الأكاديميات الوطنية لكرة القدم المحترفة، نشرح لهم برامجنا ونشرح لهم فلسفتنا، والكل كل شيء كان ينصب على تطوير اللاعب الفرد وتطوير أدائه البدني بشكل مطور وشكل أفضل في، وهذا ينطبق على كل مرحلة سنية، وخاصة في مرحلة الشباب لابد أن يكون هناك حرص كبير، ثم تطبيق الأسلوب الاحترافي مع اللاعبين. وعلى سبيل المثال أن يكون هناك نوع من أنواع التكنولوجيا الجديدة التي نضعها على أجساد اللاعبين، التي نستطيع أن نتتبع مستوى تطور اللاعب بدنيا وأداه بدنيا ومدى تعرضه للإصابة وإمكانية إصابته. هناك بالحقيقة كان هذا يعطينا وعاء كبير جدا من المعلومات التي نستطيع أن نحلل منها أداء اللاعبين. نعم كانت هناك مقاومة، هذا صحيح، ولكن فلسفتي هي أنني من أفضل أن يكون هناك مقاومة للفكر أكثر من السهولة، لأن عندما تثبت وجهة النظر تكون أنت على حق، والكل يقتنع بوجهة نظرك وتستطيع أن تطبق ما تريد أن تطبقه. هذه كلها ابتكارات، لأن كرة القدم تعتمد على الابتكار والتطوير والفكر. وأنا أيضا قلت للجميع أن من البداية الأمور ستكون صعبة، وكان علينا أن نصبر ونقنع من هم حولنا بهذا، لأنك تعلم أن الكل يتعجل الفوز، ولكن بدأنا كما قلت بالنتائج في البداية لم تكن
على أعلى مستوى، ولكننا قلنا لهم أن النتائج ليست هي الأهم، وإذا استطعت أن تقنع اللاعبين أنهم عندما يفعلون ذلك سيكونون أفضل وأدائهم سيكونون أفضل، وبالتالي عندما ستكون على المستوى الفردي يكون اللاعب أفضل سيكون الفريق أفضل وستأتي النتائج وليس العكس. لا نطور فريقا برمته ولكن نطور أفرادا ونطور فكرا، وكل هذا على كل المستويات والمراحل العمرية إلى المنتخب الأول.